إجازة طويلة شوية، لكن بنوعدكم إن شاء الله هنكون مستمرين معاكم وبرنامجكم الطريق الصح، ونقدم لكم فيه كل جديد ومتميز. اسمحوا لي قبل ما أبدأ فقرتي النهاردة اللي هي مهمة جدا وهتشوفوها قد إيه مهمة، أخرج لتقرير أعرف فيه بضيفة حلقتي النهاردة وأرجع لكم تاني. دكتورة غادة حشاد، الكاتبة والمحاضرة والاستشارية التربوية والأسرية للأفراد والمؤسسات التعليمية في مصر وإنجلترا والدول العربية، ورئيس مجلس إدارة Oasis International Academy، حاصلة على دكتوراه في الإرشاد الأسري والتربوي، ودبلومة دراسات عليا في علم النفس، ودبلومة دراسات عليا في الدراسات البيئية التربوية، ودبلومة دراسات عليا في ودورات تدريبية في مصر وإنجلترا في التربية والإدارة، معدة برامج غرس القيم وتنمية مهارات النشء الحياتية بناء. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنبدأ معاكم فقرتنا النهاردة في الطريق الصح. كلنا خلصنا الأجازة على خير وبدأنا سنة دراسية جديدة. الحقيقة السنة الدراسية دايما بتكون عند الأولاد مش سعيدة، لكن عند بعض الأسر بتكون سعيدة. عايزين نعرف سوا النهاردة إزاي نبدأ سنة دراسية سعيدة وسهلة ومنتجة نطلع فيها بأهداف حلوة، وإزاي نخطط لها صح. لكن اسمحوا لي في البداية أرحب بضيف حلقتي اللي هتفيدني بكل المعلومات دي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، نورتينا وحشتيني. ربنا يخليك. ربنا يخليكي، مبسوطه ان حضرتك معايا المره الثانيه وهتفيديني بمعلومات جديده وقيمه كالعاده في موضوعات كلها تخص الاستشارات التربويه والاسريه خصوصا للاطفال. انا اللي سعيده بوجودي معاكم وسعيده بوجودي مع مشاهدينا. خليك يا دكتور. زي ما حضرتك سمعتيني بقول احنا بدانا السنه الدراسيه من بعض ايام كده او اسبوع، عايزين نعرف الاسره ازاي تخطط لسنه دراسيه سعيده بدون مشاكل وفي نفس الوقت تكون منتجه نحقق فيها اهدافنا اللي حاطينها من اول السنه الدراسيه. جميل جدا. هو احنا قبل ما نعمل اي حاجه مهم جدا ان احنا نعلم اولادنا الكونسبت بتاع ايه الهدف من اللي انا بعمله، وبالتالي انا لازم قبل ما اوديهم المدرسه او في بدايه السنه الدراسيه افهمهم هو احنا عايزين ايه من الدراسه. انا بوديهم للمدرسه وللمدرسه دي بالذات او لنوع التعليم ده بالذات. المفروض ان مش هدفنا ان انا اودي اولاد مدرسه عشان فقط يتعلموا يقروا يكتبوا يتفوقوا دراسيا ويبقى ده على حساب بقيه جوانب الشخصيه. انا دايما باكد ان جوانب الشخصيه مهم جدا ان احنا نبقى متوازنين في انها تنمو مع بعضها. انا عايزه في الاخر ان طفلي يطلع ابن متوازن، شخصيته متوازنه ومتكامله، فبالتالي يبقى الجانب الصحي انا اهتم بيه مع الدراسه، الجانب الرياضي بهتم بيه مع الدراسة، الجانب الديني بهتم بيه مع الدراسة، الجانب العلاقات العامة والعلاقات الاجتماعية بهتم بيه مع الدراسة، الجانب الترفيهي أنا بهتم بيه مع الدراسة، جوانب كتير جدا اللي هي جوانب الشخصية. الجانب النفسي مهم جدا وأنا بهتم وأنا بيبقى هدفي الدراسة. إذا كل الجوانب الشخصية دي لما ههتم بيها مع بعضها بقدر مقبول ومتساوي هطلع شخصية متوازنة. مش هطلع طفل كل همي أثناء الدراسة إنه يحفظ كويس يأدي في الامتحانات أداء جيدة، لكن أنا ضغط عليه نفسيا بدمر شخصيته، أهم بقارنه بالآخرين بفقده ثقته في نفسه، فبالتالي بيفضل يحفظ ويذاكر يحفظ ويذاكر. والمرحلة الابتدائية بتبقى مرحلة جميلة جدا في النتيجة، مش أثناء السنة مع الأم والأب. مجرد ما يبتدي يدخل مرحلة المراهقة ويبقى عنده رأي وعنده شخصية بيجيلي في الاستشارات ده الولد كان طالع من الاوائل في على مدرسته مثلا في المرحله الابتدائيه وفي اوائل المرحله الاعداديه، لما نبتدي ثالثه اعدادي ونبتدي المرحله الثانوي ابتدى ما يهتمش بالدراسه. ليه؟ ما انا ما حطيتش فيه الهدف من الدراسه ايه؟ صح. انا ضغطت عليه جدا فهو كان نتيجه ان انا بضغط وبفقد ثقته في نفسه وبمشي زي ما انا عايزه بيسمع الكلام. انما هو مش معنى كده ان هو لا مقتنع، ولا لما يبقى ليه حريه الاختيار في مرحله المراهقه ويقول لي لا مش هذاكر، لا هنزل مع اصحابي، انه هيختار المذاكره. كلام حضرتك رائع وبيخليني اقول عنصرين.
العنصر الاول، لو الاسره فاهمه العمليه التعليميه اصلا غلط كاب وام، لان هم البذره الاساسيه في البيت اللي بتبني الشجره، الشجره بتبدا من المرحله الابتدائيه فيما بعد اعدادي وثانوي وحتى التعليم الجامعي. لو هي فاهمه ان الحياه فعلا زي ما بنشوف في اسرنا المصريه، الدراسه بدات كل حاجه اتقفلت، هوايات لا، رياضه لا، حتى لو التلفزيون شويه لا، اصحاب لا، زيارات عائليه لا، علشان تعليمه بس. وكأن الدراسه هي مصدر النكد في الاسر المصريه ومصدر النكد للاولاد، بيسموها الكابوس. الكابوس بدا ليه وصل الامور لكده؟ كونسبت غلط جدا 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 عندنا في الاسر المصريه. ان الحمد لله الدراسه هتخلص او ايه دي الاجازه خلصت. ليه؟ هو المفروض ان البني ادم يفضل يبحث ويتعلم طول عمره. بالضبط. ليه انا بحط الدراسه على انها مش هي الاساس وانها حاجه كابوس وانها حاجه نكد؟ وبالتالي الاولاد بيدخلوا واخدين نفس العبارات مني بتتحول الى مشاعر من اجيال لاجيال، بقت تتوارث. أيوة. الصوره الذهنيه دي ان الدراسه يعني نكد وهم ومشاكل ووجع قلب. طيب للأب هو بس في نقطه، احنا بنقول ان الدراسه بتبدا عند الطفل من ما بعد بيكمل سنتين. يعني انا من وجهه نظري ان ممنوع الطفل يقعد في البيت بعد ما يكمل سن السنتين. ده مرحله الحضانه حضرتك تقصد؟ ده مرحله الحضانه. قبل السنتين هو حقه حضن ماما. حقه وجوده في البيت مقبول في الفتره دي؟ لا، هو وجوده في البيت لازم مع ماما اذا كانت الظروف لا تقتضي انها تنزل للشغل، انما اذا كانت الظروف تسمح انها تقعد في البيت فهو حق الطفل على امه وابوه انهم يوفروا له بيت امن وحضن حلو وحنين وجميل، لان ده بيكون شخصيته طبعًا. انه يتشبع من حنان الام وهدوء البيت. أيوه. ده مهم جدا. نبتدي بقى بعد سن السنتين، مفيش طفل يقعد في البيت بعد سن السنتين، لان بنبتدي نكون الشخصيه الاجتماعيه للطفل. ما هو بدل ما اخده وانتزعه من حضن ماما ومن حضن البيت وعند سن 4 سنوات او 5 سنوات ارميه في مدرسه مباني كبيره واطفال كتير وناس كتير ويتاخد من هنا لهنا على طول من الدار للنار، يبقى مستغرب الواقع اللي دخله، هيتصدم طبعا وممكن ما يتاقلمش. صح. وتعمل له مشاكل مع المدرسه ومشاكل في التعليم عشان ما حصلش تمهيد بفتره الحضانه. أيوة. فبالتالي التعليم عندنا لازم يبدا من سن السنتين. ينزل حضانه نعرف ازاي نختارها، هيبقى موضوع بعد كده ان شاء الله نتكلم فيه، ولكن بنبدا من الحضانه ونعرفه ان الدراسه عموما هي بقى بدايه حياه، هي بدايه حياه واسلوب حياه واسلوب حب التعليم، وانك تعرف معلومه جديده وتمارس حاجه جديده. هي الهوايات مش مقتصره على السباحه والرسم والرياضه وبس، لا، انت ممكن تبقى هوايتك في تعليمك لعلم جديد، في لغه جديده. لكن للاسف يا دكتور الثقافه دي مش عند البعض. هي احنا فعلا عايزين نغيرها بالظبط. يعني اتمنى ان الاب والام يبقوا بيبصوا في وعي اولادهم ان الدراسه دي اسلوب حياه زي ما انت بتقولي كده. وان مفيش حاجه اسمها الاجازه جت هنريح، هنريح من ايه؟ مش المفروض ان احنا كنا تعبانين؟ وبالتالي مراعاة الحالة النفسية للطفل أثناء الدراسة مهمة جدا. وبرجع للأم يا عيني اللي بتبتدي مع بداية الدراسة تحس إن هي بقى عليها عبء وحمل. خلينا يا جماعة ناخد الأمور ببساطة شوية. مش لازم الرغبة في المثالية اللي بتدمرنا في المجتمع المصري. بالزبط. مش لازم ابني يطلع الأول، لكن أنا لو دورت على شخصية متوازنة ومتكاملة هو هيبقى مستواه كويس. ما بقولش نحمل الدراسه، لا، نهتم بيها بس ما نلغيش كل جوانب الحياه واهمها بالزبط. الجانب النفسي للطفل. بالظبط. اللي هو ايه يا دكتور بقى اللي يعني البعض بيشوفه؟ هل انا اثناء الدراسه برضه اخده اخرجه برضه ازور بيه الناس والناس تزورنا؟ انا اعتقد ان ده اسلوب الحياه العادي، يعني مش معقوله هنعزل نهائيا علشان حاجه اسمها الدراسه بدات. لا، هو الطبيعي دلوقتي ان معظم الناس بتخلي مثلا الخميس والجمعه الويك اند ده هو اللي فيه زيارات وفيه مروح للنادي وممارسه انشطه، وبقيه الاسبوع ده دراسة. للدراسه بيطلعوا يوم او اتنين حسب التدريبات بتاعه الاطفال. ما نوقفش التدريبات، هتبقى مره في الويك اند ومره في مره ممكن تقل، ممكن تتوازن مع الدروس. ايوه، يبقى انا كده براعي الحاله النفسيه للطفل، براعي الحاله النفسيه للام. الام هي عمود العيله، هي السند والظهر بتاعهم. ما ينفعش اطالبها انها ليه الولاد مستواهم مش عالي قوي؟ ليه الولاد انت مثلا مش بتاخدي نادي ومش بتاخدي دراسه ومش بتاخدي دروس وانت مش بتدرسي لهم و و و وتبقى الام مشتته بين العيله كلها، وفي الاخر انا بخسر الام او بتفقد اعصابها. هي عايزه ترضي جميع الاطراف وعايزه تقوم بواجبها على اكمل وجه، لكن المثاليه لوحده مفيش حد مثالي في كل المجهودات اللي بيعملها. اكيد طبعا. طيب دي الاهداف اللي احنا قلنا نودي الطفل او النشء او ابننا المدرسه علشان يعرف الاهداف. وابقى معرفاه انت نازل المدرسه دي عشان تعمل كذا وكذا، وتحاول معاه وفهمه، احببه اكثر حاجز الرهبه، وفي نفس الوقت ما احسسوش ان هو موضوع ممل. اوري له الجوانب الشيقه منها. طب ايه الوسائل يا دكتور اللي اقدر استخدمها كأم
لابني ان انا احسسه ان السنه الدراسيه دي هتبقى منظمه ومرتبه علشان اقدر احقق منها النتائج اللي انا طب يبقى اهم حاجه عندنا في الوسائل ازاي اوصل المعنى ده لابني. اولا انا بتحاور مع ابني وبتكلم معاه وبحاول اوصل للمشاكل اللي هو بيعاني منها وبحلها. طب احيانا لان التربيه حاليا اصبحت صعبه جدا مش كله بيجي يتكلم, بتحصل في مشاكل في الدراسه. احنا بتجيلنا بعض الاستشارات في المركز عندنا لاطفال كي جي 1 وكي جي 2 اولى ابتدائي وثاني ابتدائي. الاطفال نتيجه ان هم كانوا مدللين شويه في البيت او نتيجه ان هم كان بتجاب رغباتهم, بينزلوا المدرسه بيفاجئوا ببعض الالتزام والرولز طبعا اللي موجوده في المدرسه, مش عايز يبقى مقيد باي حاجه, مش عايز مقيد. فبالتالي هو بيرفض المدرسه, بيبتدي يعمل دوشه, بيبتدي يرفض ان هو يلتزم بالقواعد, بيتحرك من مكانه وقت ما بيحب, بيطلع من الفصل وقت ما بيحب. لو المدرسه بتاعته قالت له اي عباره فيها اي الزام ليه, ممكن بياخد بعضه من الفصل ويمشي. فبيجي لي ناس الولد مثلا قالوا لنا روحوا وشوفوا ايه المشكله بتاعته, او حد خد ملف ابنك اتفضل وحوله مدرسه تانية, او الولد عامل لنا مشاكل روحوا شوفوه محتاج ايه. هو بيظهر الشخصيه العنيده كرغبه أيوة. منه في انكار الواقع اللي بقى فيه. لا انا كنت زي ما حضرتك انا مدلل, انا طلباتي من بابا وماما على طول, مين ده اللي بيقول لي لا, مين اللي بيقول لي وانا مميز ازاي اقعد زي بقيه الاولاد. احنا لما بيجي لنا الاولاد دول لازم بنبحث ايه المشكله اللي وصلتهم. التربيه يا دكتور يعني بلاش نقول عيوب, يعني بترجع لنشأ الشخصيه بشكل خاطئ. بعض الخلل اللي بيحصل اثناء تربيه الاولاد دول نتيجه ان الام مشتته. انا برضو يعني مش عايزه الوم الناس كتير, ولكن انا بعذر الاب والام حاليا في انهم بيسعوا بقى في الدنيا دلوقتي, وبقى في بعض المشاق العبء على الاسره بقى اصعب, والعبء بقى اصعب. فبالتالي هم مشتتين والتربيه بقت صعبه. يبقى احنا محتاجين حد دايما يقول لنا هنعمل ايه في الموقف ده, هنتفاعل ازاي مع الاولاد في الموقف ده, خصوصا ان الديتيلز حوالينا بقت كتير قوي. صح. فمحتاجين حد يقول لنا, فنفاجئ ان الطفل رافض المدرسه, المدرسه بعتها بتشتكي, او الطفل اصابه فرط حركه, او الطفل مش مركز كويس فما بيحفظش, فماما بتقعد طول النهار تذاكر وتضغط عليه اكتر, يجي تاني يوم ناسي, اصبح ممكن عنده تشتت انتباه, عدم التزام بالقواعد. فلما بيجي لنا احنا لازم نحلل الحاله طبعا, نعرف ايه السبب. في بعض المقاييس الدوليه اللي بتتعمل بنعملها طبعا, بتبقى جميله جدا ومفيده جدا. انا قلت قبل كده المقاييس دي اللي هي ايه دكتور, ازاي احكم على الطفل ده ان هو شخصيته اتغيرت لما دخل المدرسه؟ لا هو انا اكتشفت شخصيته, هي ما اتغيرتش, هي ما بانش المشاكل اللي فيها الا لما احتك بالطلبه في المدرسه. أي عشان كده بقول لازم الطفل ينزل يروح الحضانه عشان لو في اي حاجه نقدر نعالجها بدري, نقدر نعالجها بدري. طيب هو نزل وما كانش منتظم ونزل المدرسه اللي فيها التزام, حصلت المشاكل. احنا عندنا مقاييس دوليه مهمه جدا لازم نتعامل بيها ونطبقها على الطفل عشان يبقى عندنا اساس علمي واحنا شغالين. انا بيجي لي اطفال راحوا اماكن كتير لتعديل بعض السلوكيات او لعلاج بعض مشاكل التركيز, فرط الحركه, تشتت الانتباه, تم علاجهم بطريقه يعني هو اجتهاد, لا لكن مش على دراسه. عايز تروح مكان صح, روح المكان اللي بيعمل لك دراسه ويعمل لك اي كيو احدث صوره ليه ويعمل لك المقاييس المظبوطه صح, اللي ما فيش داعي طبعا لذكرها دلوقتي, ولكن الاخصائيين عارفين والمتخصصين عارفين, بحيث انه يقول لك ابنك دوليا لو اتشخص في اي مكان في العالم هيطلع عنده 1 2 3. نقاط القوه اللي عنده دي, نقاط الضعف اللي عنده دي, هنعمل برنامج لعلاج نقاط الضعف ونقوي كمان نقاط القوه عشان تشيل الشخصيه وتهم بيها, ومن هنا نعمل تعديل للسلوك الخاطئ عشان نقيمه ونوجهه بشكل صح والشخصيه تبقى سويه في الاخر. يبقى بنعيد بناء الشخصيه اللي ظهر فيها عيوب نتيجه اي ظروف, هيتم تحليل الظروف دي ونعرف نكمل معاها صح. نتيجه خبرتنا في العمل بقى, كل ما اكتشفنا الخلل اللي في شخصيه الطفل بدري وبدانا في علاجه بدري, نتيجة كل أفضل ما طبعًا. كانت النتيجه افضل طبعًا. انما ان انا اشوف حاجات وطنش, يعني انا بيجي لي اباء وامهات مثلا يقولوا ايه اكتشفنا وما اهتمناش قوي, او اكتشفنا وحد قال لنا طبعا دي النقطة اللي عايز اقولها حضرتك, نصايح ناس كتير كله معتمد على التجارب والاراء والمجتمع اللي حواليه. اصل اختي قالت لي في الحاله دي اعمل كذا, زميلتي في المدرسه مامة ادم زميل ابني قالت لي لما يعمل كده عاقبيه وما تخلوش يعمل كذا. خلي قلبي كأم, خلي قلبي كأم هو دليلي, انا حاسه ان ابني فيه خلل ما عنده, بينسى, بيتحرك, مش بيركز, كلامه متاخر شويه, حركته متاخره شويه, هو بالنسبه لبقيه شقي قوي, عنيد قوي, عنيف قوي. لازم ادور بقى, ابحث, اخد لحد متخصص. وما شاء الله مصر مليانه, يعني ده الناس بيقولنا من بره على مصر, هي مصر مليانه. بس عايز اقول لحضرتك, هل الثقافه دلوقتي سائده بين الاسر الحديثه والشباب حديث الزواج, الناس المثقفه اللي اتعلمت وشافت ان لا في علم اسمه علم تعديل السلوك وتنميه المهارات
وزي امراض التخاطب اللي ناقشناها في حلقه قبل كده، ان لا ابني ظهر عليه مرض انا ما استهترش وما استهونش، اخده وعالجه. ده علاج زي علاج الاسنان، زي علاج الجلديه. ده علاج، وده يعني علم مهم جدا. يا ريت نعالج، لان انا بتجيلي بقى الحالات بتاعه الاولاد اللي في سن المراهقه وما قبل المراهقه، الحالات بتبقى صعبه، بتاخد مننا وقت طويل عشان نقدر نبتدي يا دوبك نحطه على الطريق الصح. ليه؟ لان احنا قلنا كل ما بنبدا بدري كل ما العلاج بيبقى مضمون ان شاء الله وبياخد وقت اسرع. عشان سن المراهقه سن حرج، بيبقى فيه العند اكتر وعدم الاستماع النصيحه اكتر، ولا بيكون الشخصيه اوريدي اتكونت؟ هو غير ان سن المراهقه ليه خصائصه اصلا اللي محتاج ان احنا نبقى دارسينها كويس وعارفينها كويس، بتثبت الصفات السيئه. لو في عدم التزام بيثبت، عدم الالتزام بيبقى قاعد مثلا 7 و8 و10 سنين مش ملتزم، نشأ عليه او اناني او مش مركز، ما بيعرفش يركز صح، او عنيف او عنيد او فبيبتدي بقى تبقى ايه، تتحول لسمه شخصيه، مش مجرد عرض عند طفل عنده 4 سنين او 5 سنين انا بعمل له كام جلسه وبعالجه. تمام. اذا اللجوء للمختصين مهم جدا طبعا. هو الاعراض دي اعراض نتيجه بعض الخلل اللي لازم يتعالج، زيه زي اي مشكله عندنا موجوده مثلا صحيا. اللجوء للمتخصص اللي بيفهم، الدارس. أيوة. اللي ليه سمعه جيده في المجال. أيوة. ده مهم جدا. في حاجات عندنا اسمها مثلا عند الاطفال طفرات نمو. ايه طفرات النمو؟ في فتره ثبات في النمو، يعني الطفل بيفضل يخزن طول ما بديله بيخزن، طول ما بديله. يمكن الامهات اللي اولادهم في بدايه الدراسه هيفهموا معايا حاجه زي كده، بيخزن يخزن يخزن، يعني فجاه اقول له ايه ما شاء الله، ده انا مجرد ما شرحت له بعد ما كان مغلبني مثلا ابتدى كل ده يبان مره واحده، ابتدى يعرف يكتب او يعرف يقرا او يعرف يحفظ كويس او 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 الحصيله عنده متكونه. بس خرجها في وقت معين. ايوه. انا هعرف اخزن ازاي؟ برضو عندنا مقاييس كتير وعندنا متخصصين كتير بيقدروا يعرفوا شخصيه الطفل، وفي كورسات كتير تقدر الام تنزل تدرس، وفي كتب كتير تقدر الام تجيبها. اقدر اعرف نمط شخصيه الطفل. بالزبط. ثقافه الام مهمه جدا. الطفل ده طفل بصري، يبقى انا هتعامل معاه بالالوان وبالرسم واعمل خرائط ذهنيه واتعلم اعملها ازاي عشان اشرح له، يبقى هيفهم معايا سريعا، هيستوعب اكتر. طفل سمعي هحول له كل حاجه الموسيقى واغاني، واحول له كل الدروس لاغاني. المهم اختار الوسيله المناسبه لشخصيته. أيوة. اللي تجاوب معاها وقدر. أيوة. يستوعب بيها. طفل منطقي هقنعه ان هو اقعد ذاكر عشان كذا، طب الماده دي تتحول لكلام منطقي ازاي؟ ده قسم العلماء ده نادر جدا في الاطفال. عايزه اقول لحضرتك دايما بيغلبوا. طيب انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا عملنا عندنا في الاكاديميه منحه للاطفال المتفوقين، هنعمل لهم خصم 20% ما شاء الله. المستوى ذكائه حاجه تحفيزيه جميله جدا. اللي مستوى ذكائه من 120 ل 125 العادي عندنا من 90 ل 110 ده ذكي، ده عادي، ده متوسط. ده المتوسط. الناس تمام. معظم الناس كده 67% من الناس من 90 ل 110 فده تمام. عادي جدا. طب من 110 ل 120 ده فوق المتوسط. ده كده حد لطيف كده. من 120 ل 130 ده يبقى متفوق. فاحنا عاملين منحه للاولاد من 120 ل 130. عايزه اقول لك ان في ناس، في اطفال قلنا 130، وفي اطفال وصلوا 129. طب حلو. في اطفال 123. المنحه دي تدعم ايه بقى؟ المنحه دي تدعم المتفوقين. ليه؟ عشان اجيبهم ارعاهم، اديهم برامج متخصصه لتنميه المهارات الذكاء أكثر. وتنميه الذكاء، فبالتالي يطلع عندي اطفالنا اللي عقولهم متميزه دي. اعرف استغلهم. بالظبط. اعرف استغلهم، ادخلهم في مسابقات. بالزبط. دوليه. الذكاء لو ما تمش استثماره بيندثر تاني، بيقل تاني، بينزل المستوى تاني. بالزبط. اللي من 115 ل 120 بقى اللي هم على الحافه كده بنرعاهم وندعمهم، لان الاي كيو عندنا بيجيب نقاط القوه، والنقاط المتوسطه بقى لل 105. بس الناس الاي كيو اللي هو اختبار الذكاء اللي بتبقى نقاط معينه عن طريق اسئله او العاب. أيوة. تنميه مهارات، هو يعني بيحلها كلها، وانا بشوف الارقام اللي جابها بجمعها واقدر احطه في الرينج او الوسط اللي هو محصور فيه، وبيبين لي مستوى الذكاء. اللي بيوصل لان هو قرب على 120 بندعمه برضه، بندي له برامج متناسبه معاه، يقوم يعدي، يقوم ياخد المنحه. طيب. هي حتى لو هو حد مش هياخد المنحه، ايه المانع ان انا اعرف نسبه ذكاء ابني واطور من اللي عنده، نقاط بالزبط. الضعف اللي عنده بالزبط. وابتدي اشتغل على نقاط الضعف تقوم رافعاه للشخصيه كلها، ياخد ثقه في نفسه، هتفيده في كل مجالات حياته، يبتدي يكتشف مهاراته. انا استريح وانا بذاكر طبعا، هيبقى راحمني شويه من حاجات كتير. طبعا طبعا. طيب النقطه دي يا دكتور هتوديني لموضوع
انا لو عندي اتنين من الابناء، واحد متفوق دراسيا وواحد تحصيله ضعيف كأم او اب، وبقولام طبعا من المجتمع، هو انت مركزه مع ده ليه شاطر وده خايب وده مش بايدي، او من ناحيه زمايله في المدرسه دايما ده منبوذ لان هو يقولوا له يا غبي مثلا، ودي كلمه مؤذيه جدا، يعني كلمه من انواع التنمر، او يا لما تفهمش، هم مش فاهمين ان هو مستوى ذكائه وتحصيله ده. النقطه اللي بتتكلمي عنها مهمه جدا. هو فعلا بالنسبه للطفل المتفوق احنا قلنا انه ازاي نعرف ونقيس ازاي قدراته، ونبتدي ندخله في برامج، والبرامج موجوده في كل حته على فكره، برامج الرعايه اللي بتبين لي اذا كان ده ليه ميول ادبيه هدخله برامج ميول ادبيه، اذا كان ليه في الكمبيوتر والساينس ادخله يعمل ازاي ريبورت، ازاي في مواد كيميائيه، في كده كورسات لمواد كيميائيه ممكن يكتشف وممكن يعمل حاجات كتير. طيب بالنسبه للطفل الضعيف بقى او الطفل اللي مستواه اقل، ده اللي يهمني بقى، ده يهمني جدا. طيب يعني انا برجو رجاء خاص من كل المعلمين، لان انا بيجي لي حالات في في المركز عندي عندهم كره شديد جدا للدراسه، او عدم ثقه في النفس، او انهيار نفسي، او صدمه مروا بيها نتيجه ان المدرسه تعاملت مع الولد بطريقه لا طريقه، بشكل صادم، مش عايزه اقول طريقه هي لا طريقه تربويه ولا طريقه ادبيه ولا للأسف طريقه كتير يا دكتور، ولا كتير. طريقه تليق ابدا انها تتعامل بيها مع طفل. أيوه. هو قدراته كده. هو انا زي ما اكون بقول لابني الاسمر انت اسمر ليه، وبقول للابيض انت ابيض ليه، بقول للطويل انت طويل. خليني اقول لحضرتك حاجه، بيعملوا دلوقتي بعض المدارس فصل المتفوقين، فصل اولى اول واولى تاني للمتفوقين. طيب وبقيه الطلبه دول يعني ايه مش متفوقين؟ انا ليه بفرق نفسيا؟ انا كمدرسه للاسف واداره خططت من الاول غلط. يعني ايه دول متفوقين وزمايلهم اللي في نفس السن اللي بينموا وبيكونوا شخصيه يبص لدول على انهم ناس واحنا ناس ثانيه؟ طب هي طبعا فلسفات ونظريات في التربيه. في حد بيقول لك افصليهم علشان ترعيهم اكتر، في حد بيقول عشان ما يتاثروش بالاقل منهم في الذكاء. لا مش هنقول كده، انما في دي نظريات، واحنا طبعا بنسيب كل مدرسه. المهم انا عندي ما دمرش الاخرين. انا اقصد ان هو سلوك مش صح يعني. التميز ده بيخلي الاولاد اصلا يعني يشعروا بعد كده ممكن يوصلوا للنرجسيه، الانا اعلى، بعد كده تبقى الانا عندهم اعلى، بعد كده يحسوا ان هو بما انه كان متميز في المدرسه لازم يبقى متميز في اي مكان. التميز الشديد اللي بندعمه عند الاطفال ده مش صح. لان انا ربنا خلقنا كلنا متميزين، كل واحد عنده نقطه تميز معينه. وانا دايما لما ببقى ماسكه اشراف مدرسه بقول لهم ما فيش حاجه اسمها طالب متفوق. انا لما بوزع جوائز لازم اوزعها على الكل، بتلكك لكل الاطفال. واحد بيعرف يرسم، واحد بيعرف يلون، انت لبسك النهارده شكله حلو، واحد بيعرف يقول شعر. لازم لما اكافئ كل الاطفال. ليه؟ عشان اللي وضعه جيد ما يحسش ان هو بقى مستعلي عن الاخرين. واللي يعني ما اخدش جائزه ما يحسش ان هو يحس اقل منهم بالظبط، ما يحسش بالدنيا. نرجع تاني للطفل اللي مستواه ضعيف. نرجع نركز من فضلكم المدرسين، بلاش الكلمات والسلوكيات الخاطئه. نرجع للام، بلاش من فضلك انك تقارني نهائي. المقارنه لما اقول له شوف اخوك، اشمعنى اخوك بيفهم ولا اشمعنى اخوك قاعد بيذاكر وانت لا، اشمعنى ابن خالتك، اشمعنى بقيه الاولاد اللي في عندك في كره الدراسه بقى. اولا هو هيشعر انه اقل منهم، هيشعر بالدنيا، هيفقد الثقه بالنفس، هيكره الدراسه اللي هي سبب في المقارنه دي. انا مش عايزها لو هي دي السبب. صح، الكلام ده غلط. طب نعمل ايه؟ زي ما قلنا نرجع لمقاييس، نكتشف نقاط القوه ونقاط الضعف، نبتدي نشتغل على نقاط الضعف اللي من اهمها بالنسبه لخبراتنا مع في التعامل مع الاطفال بيكون غالبا اما ضعف الذاكره. طب هو ملوش ذنب، هو ربنا خلقه ذاكرته ضعيفه، هو قدرته كده. في برامج تنميه مهارات ذاكره رائعه بنستخدمها مع الاولاد بتجيب نتيجه، بنقعد شويه نشتغل عليها، لكن هرجع تاني اقول كل ما بنبدا بدري بنجيب نتيجه اسرع. فبالتالي المشاكل تاني بتبقى غالبا ضعف في الذاكره، بتبقى غالبا تشتت انتباه لازم نعالجه ببرامج تنميه مهارات التركيز، بتبقى احيانا فقدان للثقه بالنفس. غير كده العامل النفسي كمان مهم جدا جدا. اذا انا لما اروح لحد متخصص يكون ثقه ويشخص لي الحاله ويحط لي برامج وامشي بيها، والام في البيت مهم جدا، عملك اهم من عمل اي اخصائي، عملك اهم من عمل 500 اخصائي، هي الاساس. كلمه طبعاً من الام، كلمه من الام يا اما بترفع ابنها لسبع سما يا اما بتنزله لسبع ارض. صح، مش عايزه تودي الاخصائي ما توديش، مش عايزه تتحركي من البيت ما تتحركيش، لكن هاتي كتب ادرسي في البيت، ادخلي على اليوتيوب بالظبط، ارجعي لاهل العلم، اعرفي ايه اللي يتعمل، اعرفي برامج تنميه المهارات بتاعه الاطفال. الكلام ده كله متاح ببلاش. صح، بضغط بس هي النيه تبقى موجوده ان هي تحاول تصلح وتحاول تشوف الخطا فين، ويبقى فعلا اعترف ان ده خطا، ومفيش اي عيب ان احنا نعترف ان في خطا ونصلحه ونقاومه، عشان في النهايه ده ابننا وده حصيله حياتنا. المشكلات الزوجيه اللي الاولاد بيشوفوها
والخلافات بين الاب والام بتهدم، مش بتاثر، هي بتهدم طبعا. ده موضوع مهم بس ان شاء الله هنتناوله في موضوع تاني بالتفصيل في حلقه تانيه بالتفصيل، لان موضوع النهارده من كتر ما هو شيق للاسف وقتنا خلص. فان شاء الله هنتناول موضوع الخلافات الزوجيه وتاثيرها على تنشئه الطفل وازاي بتاثر على سلوكه طول حياته وتطلع شخصيه للاسف فيها عيوب او شخصيه غير سويه. عشان كده بنقول الام والاب ممكن تختلفوا قدام الاطفال، ما فيش اي مشكله، المهم نختلف باحترام. مش هطول، انا عارفه الوقت بتاعنا ان شاء الله نكمل في حلقه ان شاء الله، والمعلومات دي اكيد مفيده، واكيد هم كتبوا ورانا التفاصيل اللي هيقوموا بيها علشان يقوموا اي طفل فيه خطا في الشخصيه او في السلوك التربوي، وان شاء الله يكونوا استفادوا من معلومات حضرتك الجميله. شكرا لك يا دكتور غاده، وان شاء الله تشرفينا في حلقه جديده والطريق الصح. انا اللي اشكرك جدا، ربنا يخليك. شكرا لكم مشاهدينا، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده والطريق الصح.